بسم الله، نبدأ. السلام عليكم ورحمة الله. أول حاجة 8 لتر موية، 15 جرام تايلز. بس أهم حاجة بالنسبة لمادة التايلز، ما نكبها دفعة واحدة، يعني نكبها بالتدريج مع التقليب المستمر. لأنه مادة التايلز بتتجمد بسرعة أول ما تدخل في الموية، عشان كده لازم نكبها بالتدريج ونقلب. ولازم التقليب يا جماعة يكون في اتجاه واحد. النقطة المهمة يا جماعة في صناعة الصابون السائل، التقليب أهم حاجة. مادة التايلز طبعا مادة بتخلي القوام بتاع الموية تخين شوية، لازم نستعمل منها كمية بسيطة. نواصل تقليب في نفس الاتجاه. بعد ما يدوب معانا التايلس تماما، نخلي الخليط يرتاح دقيقة. بعد مرور دقيقة نضيف التكسابون 250 جرام، 1/4 كيلو التكسابون. طبعا زي ما هو معروف مادة معززة للرغوة. نضيف كميات بسيطة وبالتدريج مع التقليب المستمر. طبعا عشان التكسابون مادة لزجة، ممكن نعمل لها تذويب في موية دافية، ما في موية سخنة، في موية دافية. ممكن نذوبها أول حاجة في كمية بسيطة من الموية الدافية، بعدين نضيفها للخليط. وممكن نضيفه مباشرة زي ما شايفين قدامكم، لكن بكميات بسيطة مع التقليب المستمر. نقلب بدون توقف في نفس الاتجاه. بعد كده هنضيف مادة الصودا الكاوية. ممكن نستخدم الصودا الكاوية السائلة 200 جرام، أو نستخدم صودا كاوية قشور 100 جرام وندوبها في شوية موية. الصودا الكاوية طبعا هتساعدنا في إذابة التكسابون. زي ما شرحنا في الوصف، طبعا الصابون السائل أساسا بيتكون من مادتين أساسيتين، اللي هما حمض وقاعدة. الحمض السلفونيك، والقاعدة الصودا. بعد دقيقة من التقليب خلينا الخليط ارتاح، نجي نعادل الخليط. طبعا الألوان زي ما هي ظاهرة قدامكم، بنفسجي أعلى درجة حموضة، والأحمر أعلى درجة قاعدية. المطلوب عايزين درجة التعادل اللي هي الأخضر المصفر،
هنجرب ورقة التعادل، ورقة البي اتش. يلا، زي ما واضح معانا اللون أزرق غامق أو بنفسجي غامق، ده بيدل على إنه ما زال المحلول قاعدي، مفترض نضيف مادة الحمض بالتدريج. هنعمل تجربة التعادل للمرة الثالثة. هنا زي ما ملاحظين التجربة أظهرت لنا إنه المحلول يتغير من القاعدي إلى الحمضي بدرجة، يعني وصل درجة التعادل وفاته لغاية ما غير، يعني بقى حمضي أعلى بدرجة واحدة. هنحاول نضيف قاعدة تاني عشان نرجعه درجة، يعني هنضيف قاعدة كمية بسيطة جدا عشان نرجعه درجة واحدة لورا. لكن قبل ما نضيف القاعدة نضيف باقي المكونات. نضيف بيتاين 30 جرام، معزز رغوة ممتاز، جلسرين 15 جرام، بيساعد على نعومة الخليط وإنه يكون يعني ناعم في الاستخدام مع البشرة. كمبرلان 30 جرام، كمبرلان بيثبت القوام بتاع الصابون. درجة المحلول حاليا 6، اللي هو الأصفر فاقع. هنضيف قاعدة عشان نعادله ونرجعه ل7، اللي هي درجة التعادل الطبيعية. لما نجي نصب القاعدة نصبها يعني بكميات بسيطة، نواصل تقليب. كده ماشيين كويس، اللون الأصفر بدأ يتغير. يفضل ندوبه في موية قبل ما نكبه. أنا طبعا هنا كبيته طوالي وهيعمل كرادم في المحلول، لكن ما مشكلة، مع التقليب المستمر لتاني يوم ممكن يدوب، ما بيأثر يعني. نحرك في اتجاه واحد لمدة 3 دقائق. نضيف الألوان. أنا هنا عملت لون البودرة، ألوان البودرة بتاعت الطعام. نضيف 3 جرامات، وممكن نزيد حسب الرغبة. بعد إضافة اللون نقلب دقيقة كاملة. نجي نشوف القوام بتاع الصابون، قوام ممتاز جدا وجودة تعتبر ممتازة، جودة تعتبر زي الصابون اللي بيتباع في السوق. وإذا حبينا إن نزيد الجودة بوريكم في الوصف إن شاء الله. نضيف كميات محددة من المواد الأساسية والمواد المعززة للرغوة. وما نضيف العطر إلا في اليوم الثاني.
ده إذا أضفنا المادة بتاعت الفورمالين. وبالنسبة للكمية دي كمية بسيطة ما محتاجة لفورمالين، عشان كده بضيف لها عطر مباشرة. بنضيف العطر في الخليط مباشرة، بنقلب كويس، نحرك لمدة دقيقة، وبعدين نغطي الوعاء ونخليه لليوم الثاني 12 ساعة كده، ونجرب الصابون إن شاء الله. ده بالنسبة لليوم الثاني، بعد 11 ساعة تقريبا الصابون قدامكم زي ما شايفين، جودة ممتازة ما فيها كلام، وريحته قوية ما شاء الله. بالنسبة للتجربة نجرب قدامكم عشان الناس تكون مطمئنة. صابون ممتاز جدا ورغوة كثيرة، نفس الملمس بتاع الصابون يعني اللي بنجيبه من السوق.